هلا هاي التشارت زي ما حكيت لكم هاي مأخوذة من كتاب لواحد اسمه هولمان Experimental Methods for Engineers. هلا تطلع هون في عنا هاي البريشر وهون معمول له كاليبريشن بالمليمترز اتش جي او هون مثلا معمول له هون كاليبريشن بنيوتنز بير سكوير متر اللي هي باسكال. ايش بتلاحظوا اول شيء على هذا السكيل؟ ايش طبيعة هذا السكيل؟ مش مبين اسف بس بتطلعوا هذا السكيل من هون خلينا احاول اكبره كنترول بلس اوكي طلعوا على السكيل ايش بتلاحظوا على السكيل؟ 2 دي سكيل لوغاريتمك هو مضبوط مش بالدي بي بس هو لوغاريتمك فعمالنا نزيد احنا هون هي هون عمالنا نزيد 2 دي سكيلز من هون 10 بقوة 10 من هون 10 بقوة 11 10 بقوة 12 ايش ميزة هذا السكيل؟ اعطيني هاي دايناميك رينج ولذلك وهذا من احسن الامثله من احسن الامثله اللي بتشوفوها على لارج دايناميك رينج بدي اقيس انا فاكيوم وين الاتموسفيريك بريشر بس انا معلمه هون هي الاتموسفيريك بريشر وان اتموسفيريك بريشر وانا اي شيء تحت الون اتموسفيريك بريشر ايش بنعتبره؟ فاكيوم اوكي ففي عندي هون اشياء كثيره هلا هون في عندنا هي ماكلاود جيج ماكلاود جيج والبيراني جيج والايونايزيشن جيج متخصصين في قياس البريشر المنخفض بريشر منخفض يعني اقل من 1 اتموسفيريك بريشر هلا رح نطلع على واحد او اثنين من هون هلا رح احكي عن الماكلاود جيج رح تشوفوا الماكلاود جيج كيف طريقه القياس اللي احنا حكينا عنهم تقريبا بشكل عام بغطوا هذا الرينج ما ننسى البريدجمان جيج البريدجمان جيج بصير للهاي بريشرز بس هذول اللي طلعنا عليهم مثلا هي بوردون البوردون مثلا اعطاني رينج تقريبا من 10 تو ذا 4 باسكال تقريبا من 1 اتموسفيريك بريشر لحد اعطاني هون ل 1 جيجا باسكال تقريبا 1000 يعني اكثر من 1000 اتموسفيريك بريشر الدايفرام هاي الدايفرام كمان هذا الرينج فهذا الرينج كله تقريبا هو ميديوم رينج بنستخدم الطرق المختلفه هاي لو انت شريت سنسر او ترانسديوسر احتمال كبير راح يكون طبيعه طريقه العمل اللي موجوده فيها هي دايفرام وبداخلها دايفرام او بيزو الكتريك بيزو ريزيستيف هاي التكنولوجيز اللي موجوده بهذا الرينج هي اللي بتقيس الرينجز اللي احنا المانوميتر لا يستخدم كجهاز كجهاز قياس بحطه هذا عاده لمختبر المانوميتر عاده يكون شيء مختبر ما راح تلاقي جهاز مركب ببيع جهاز والجهاز محطوط فيه مانوميتر مع زئبق هذا عاده لاغراض المختبرات بس لاغراض السنسرز اللي موجوده راح تكون واحد من هذول اللي موجودين هون راح نقيس فيها للهاي بريشرز لاكثر من 100,000 اتموسفيريك بريشر بنستعمل شيء اسمه البريدجمان جيج البريدجمان جيج فكرته انه مقاومه الاسلاك الرفيعه تبدا تتغير بتغير البريشر بس نحكي عن بريشرز عالي جدا من هون بهذا الرينج لما تكون البريشر عالي جدا بيبدا يتغير المقاومه تبعت السلك الرفيع بتغير مع البريشر اوكي اذا هاي تشارت